سلامة النجم رجع تصور مسلسل رمضان هذا المساء هذا المساء من البطولة وشو القصة وحرق المسلسل غير ان انا البطل طبعا الرئيسي معنا اياد نصار ومعنا اروى جودة ومعنا حنان مطاوع ومعنا احمد داود ومحمد فرج وسمر مرسي وسلمى حسن خلاص انت حتعدل اليوم كلهم خلاص المهم ان انت طيب قولي ليش اسمه هذا المساء له لينك مش هقدر اقوله لك دلوقتي طبعا بس له لينك بالمساء مساء كل يوم يعني اوكي اللي هي بتحصل في بيت كل بني ادم عربي كل بيت بيختلف عن التاني ففي قصص كتيره طب انت دورك شو انا بريبريزنت اوكي كنت بتقول بتمثل الشباب العربي التايه منه ولا المنضبط والمجتهد والكذا يعني اي واحد في اي جهه فيهم يعني يعني باختصار اللي هو في النص اللي هو بيبقى متربي على حاجه اساسات قويه جدا وبيغيرها وهو ماشي وبعد كده بيحاول يرجع لها تاني طيب انت دي تاني سنه لك راح تكون في رمضان ان شاء الله حتنور الشاشات شو حاسس انه كل مره بتكون مسؤوليه اكبر انه تقدم شيء احسن يعني بحر وتان وحركات في قصة حب المسلسل حتكون على الرملة والله العظيم قصة حب على الرملة بتمنى لك التوفيق هنكمل أنا وأنت تصوير هالحلقة البيتش بوي أوكي وإن شاء الله حنشوف المسلسل بالتوفيق باسل ومبروك